يعطيكم العافية وأهلا فيكم في برنامج ريسيت. حلقة اليوم راح تكون كلها تمارين كارديو، هي تمارين هوائية بس راح أدخل معاها أوزان حرة. هو تمرين كارديو، إحنا متعودين نتمرن تمرين الكارديو بدون أوزان، بس هالمرة راح أحط معنا وزن واحد على الأقل وتكون التمارين فيها شوية مقاومة. فاللي ما يقدر على أوزان ويحسنه وايد صعب عليه عادي يخليه يكمل التمرين بدون أوزان، بس إذا فيك شدة مع أوزان تبي تزيد الشدة على نفسك وتبي تنتقل ليفل ثاني من تمارين الكارديو تقدر تمرن والوزن معك. فأول تمرين تقريبا راح نحتاج وزن واحد، مو شرط هالوزن هذا يكون ثقيل وايد، يعني عادي يكون وزن خفيف مثلا. فأول تمرين راح ننزل بيربي، تصعد سناتش، تشيل معك الوزن، تنزل أجين بيربي سناتش. ف إذا وزن قاعد يصعب عليك حركة وايد سوي التمرين من غير وزن، راح نتحرك 30 ثانية ونريح 30 ثانية، بس 30 ثانية don't stop لأنها كلها 30 ثانية استفيد من التمرين عدل. يلا 1 2 3 go. التمرين اللي بعده الوزن تخليه فوق او انك مثلا تخليه هني معك ماسكه جنب، فواحد ترجع مره ثانيه، اثنين تحاول توصله لريولك. يلا الحين نبلش التمرين، وزن فوق، واحد اثنين ثلاث كمل اربع. التمرين الثالث راح نسويه، العادة احنا نسوي شفل شفل بدون وزن، بس هالمرة ابي نسويه مع وزن. راح يكون التمرين ماسك الدامبل، تنزل سيلو، شفل شفل، تنزل لانجز، اجين شفل شفل، لانجز ريلك الثانية وتكون ماسك الوزن بيدك، بس طول مدة بالشفل تكون stay low. يلا 1 2 3 go. 1 2 lunges. 1 2 lunges. التمرين الرابع هم راح يكون مع وزن، راح تكون ماسكه طول الوقت، راح نسوي جاك، بطريلك وتسكرها وتكون تبي تخليه فوق تصير مقاومه اكثر عليك، بس طول الوقت خليك ماسك الوزن عشان تصير عليك شده وشاد عضلات بطنك وقاعد تسوي معاها جاك نفس الوقت. يلا 1 2 3 go.
نريح 30 ثانية ونسوي أول تمرين اللي هو كان تنزل بيربي وتشيل الوزن سنات باك. مو مهم إيش كثر الوزن يكون عالي، إذا وزنك 5، 7.5، 10 أو كان 3 كيلو، المهم فكرة إن إحنا مع تمارين كارديو تمارين هوائية قاعد نزيد شوية سترينج في المقاومة. فعادي ما في أي مشكلة إنك تختار وزن خفيف. يلا بلش بيربي صعد فوق 1، 2، 3 جو. حق الشفل شفل لانجز، تكون ماسك وزن واحد تحت، تروح شفل شفل لانجز شفل شفل لانجز رجلي. تصدق قاعد تكون طول الوقت تحت ستيلو، ولكن باللانجز شوية ديب أكثر. انزل يلا 1، 2، 3 جو داود. الحين هنسوي لوزن واحد، 1 ترجع، 2 بدري لك كثر ما تقدر، ادري في ريل راح ترتفع اكثر من ريل وريل شاد اكثر من ريل بالحركة هذه، طبيعي تحس في فرق بين جسمك بين اليمين وبين اليسار. يلا اسعد 1، 2، 3 جو. وهي حركة واحدة اللي تكون ماسك الوزن وتسوي جاك. يلا استعد 1، 2، 3 جو. وبكذي خالصين وصلنا حق نهاية حلقتنا، يعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفكم في الحلقات الجاية على خير، مع السلامة.